يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تدفع المرأة من زكاة مالها لزوجها العاطل عن العمل؟ والله موضع خلاف، هذا موضع خلاف، هل تدفع الزكاة لزوجها أو لا تدفعه، لأن زوجها ينفق عليها، أو إذا دفعها إليها دفعته إليها انفقها عليها، وكأنها تريد أن ترجع إليها زكاتها. من هنا قال بعض العلماء لا يجوز، بعضهم يقول لا يجوز، لأن زينب الثقفية سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود زوجها فقير وبحاجة إلى المساعدة، هل تعطيه صدقتها؟ قال نعم، أفتاه الرسول تعطيه صدقتها، لكن الصدقة اختلفوا فيها، هل هي صدقة تطوع أو لا زكاة؟ لذلك المسألة فيها خلاف، تجنبها لا شك أنه أحوط وأحسن. نعم.